وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي صباح اليوم، أكد أن المجموعة الإرهابية كانت تستهدف منزل عائلة وزير الداخلية لطفي بن جدو، وأنه حسب المعطيات المتوفرة فإن المجموعة تتكون من أكثر من 10 أفراد يرتدون بدلات شبه عسكرية. ويحضر معنا الآن على الهاتف السيد محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. سيد محمد علي، هل من جديد فيما يتعلق بتفاصيل هذه العملية الإرهابية؟ هو شوف، نعاود ناكد انه العمليه دي الغادره والعمليه عمليه الغدر هذه وعمليه الجبنه اللي استهدفت عائله السيد وزير الداخليه السيد لطفي بن جدو ادت الى استشهاد 4 عناصر من الامن الوطني المكلفين بالحراسه واصابه احد الاعوان. وحدات الجيش والامن الوطني والحرس الوطني تقوم حاليا بعمليات امنيه وعسكريه لتعقب هذه المجموعه. اللي نحب ان ناكده انه المجموعه هذه مرتبطه بالمجموعه التي يقع البحث عنها في جبل الشعامبي من قبل الوحدات ووحدات الجيش ووحدات الامنيه ووحدات الجيش الوطني. المهم انه معنويات السيد وزير الداخليه والقيادات الامنيه وكل الاعوان هي على احسن ما يرام. الهدف اللي كان منه هو ضرب هذه المؤسسة، ما بش يزيدنا كان عزيمة وقوة على مكافحة الإرهاب، والمهم أنه لا أحد سيفلت من العقاب. طيب سي محمد علي، للتوضيح فقط، بعض المصادر تحدثت عن استشهاد 4 أمنيين وإصابة آخرين 2، وأنتم تتحدثتم عن إصابة 1، وبعض المعطيات تتحدث عن مغادرة أحد الأمنيين المصابين المستشفى الجهوي بالقصرين، في حين أنه سيتم نقل المصاب الثاني إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة، فهل من توضيح هنا؟ لا، إصابة واحد فقط. نعم. طيب أيضا مصادر إعلامية تحدثت عن إيقاف سائق السيارة التي كانت تقل الإرهابيين، وأيضا أكدت أنه من متساكني معتمدية حي الزهور، فهل من تأكيد أو نفي لهذا الخبر؟ لا، هذا الخبر غير صحيح، لكن نأكد ونحاول نعاود ندعو وسائل الإعلام أنه تتحرى في كل موضوع، لأنه المواضيع هذه راهو من الحساسية، وأنه لابد أنه تحري من كل موضوع ومن كل موضوع من المصادر الرسميه، واحنا ماناش داخلين ولا ندخلوا في كل وسائل الاعلام. المهم نعاود ناكد لك انه البحث جاري عن المجموعه، هناك عزيمه كبيره، لن يصيبنا هذا باي معناه احضار او اي نقص في مجهوداتنا، سنواصل هذا العمل بكل جديه وبكل عزيمه. نعم، ونحن نستقي ونأخذ المعلومة الرسمية والمؤكدة منكم سي محمد علي العروي. وهنا أيضا من المواضيع التي تستحضرنا وتطرح دائما هو يعني المعدات التي يعني تكون بحوزة أعوان الأمن، وأيضا يعني ما يتوفر لديهم من يعني معدات لوجستية أيضا ومن أسلحة. مثلا بعد الحادثة الأليمة، يعني صرح يوسف الشابي وهو أخ الشهيد رضا الشابي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بالجهة، يعني وقال في تصريحه أن أخاه لم يكن متدربا على حمل السلاح بما يكفي للقيام بمهمة الحراسة، باعتباره كان في قسم يعني في السابق يعمل في قسم تراتيب على حد قول أخ الشهيد، ومضيفا أن أعوان الحراسة، لحظة سي محمد علي، لم تكن لهم الذخيرة الكافية للدفاع عن أنفسهم. يعني فما تعقيبكم على مثل هذا التصريحات؟ شوف، احنا نقص في تجهيزات او نقص في التكوين لم نخفيه ابدا، وديما حاولنا انه نقويه من امكانياتنا ومن تجهيزاتنا، وذاك اللي نعمل به، وما النجاحات الاخرى اللي حققناها الا بتقويه معداتنا وتجهيزاتنا وقوه معنوياتنا. احنا المهم واللي نعاود ناكد عليه انه الالتفاف حول المؤسسه الامنيه وحول المؤسسه العسكريه لمواجهه هذا الغول، لانه البحث عن مثل هذه التعليقات او من هذه الاشياء راهو ماهيش باش تفيد المؤسسه الامنيه والعسكريه. وندعو كافه وسائل الاعلام، لا وجود لاعلام محايد مع الارهاب، كلنا يلزمنا نقف صف واحد ضد الارهاب. نعم. طيب سي محمد علي، يعني نحن نؤكد دائما اننا في تعاملنا مع مثل هذه المعطيات يعني نحاول دائما نستقي المعلومه من مصادر رسميه والتي تكون دائما، لان لسنا محايدين يعني في تعاملنا مع مثل هذه المعطيات، يعني والتي نامل دائما انها لا تخدم الارهاب بل تضربها في مقتل. ولكن دعنا نستفسر اكثر حتى ننير الراي العام اكثر سي محمد علي. يعني وسائل الاعلام تحدثت عن ان العمليه يعني دامت، انطلقت تقريبا في حدود الحادث
الساعه 11:55 من ليله البارحه، واستمرت لاكثر من نصف ساعه. يعني اكثر من 10 ارهابيين استخدموا عنصر المفاجاه. يعني هل لديك معطيات اكثر حتى نقدمها للساده المشاهدين، يعني عن مجريات كيف تمت العمليه وكيف تمت، يعني امتدت اليد الغادره لارواح الاربعه من العناصر الامنيين؟ وليد، هي عمليه غادره، وشيمه العمليات الارهابيه هي الغدر، وبطبيعه الحال هي قامت على عمليه غادره واستهدفتهم على غره كما يقال. لكن اللي ناكدوا لك انه صحيح قعدت العمليه تقريبا ما بين ربع ساعه او اكثر. الابحاث والتحقيقات جاريه، احنا عندنا معطيات اوليه واعطيناها. الابحاث والتحقيقات جاريه باش نزيدوا نثبتوا ونعرفوا كيفاش تمت العمليه وكيفاش وصلت العناصر هذه وكيفاش انسحبت. هذا هو اللي احنا ان شاء الله نوجهوك به معناها في الساعات القادمه والا يوم غد على اقصى تقدير. سي محمد، حتى لا اطيل معك اكثر وقبل ان اودعك، يعني العمليه صارت في منطقه عسكريه مغلقه وبهذا الحجم، تعليقكم سي محمد علي؟ لا، مش في منطقه عسكريه، هي صارت في منطقه في حي زهور معروفه. هي في حي زهور، حي زهور ليست منطقه عسكريه، هي صارت في منطقه سكنيه معروفه. نعم، كلمة أخيرة سي محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، وتحدثتم أيضا في مداخلتكم عن المعنويات المرتفعة لعناصرنا الأمنية، نترك لك كلمة الختام سي محمد علي. أطلب من الشعب التونسي الوحدة الوطنية والالتفات حول المؤسسة الأمنية والعسكرية، لن نستطيع مواجهة الإرهاب بالمؤسسة الأمنية والعسكرية. الإرهاب يواجه لوحدة وطنية وبكل مكونات الشعب التونسي من أحزاب منظمات، كل لابد ان يتحد في مواجهه الارهاب. هذا هو اهم حاجه، انه نتحد وحده وطنيه. هؤلاء يريدون ضربنا في المقتل، هؤلاء يريدون الاجتراء على الدوله، هؤلاء يريدون فرض نظام غريب عن هذه الدوله. لابد انه نتحد كل حتى تبقى تونس منيعه وحتى تبقى تونس عافيه على هؤلاء. شكرا لك سي محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على كل هذه التوضيحات، وتبقى معنا بعد قليل بما أننا على نفس الخط.